سوري مرحبا، تفضل تفضل. الحمد لله تفضل. عليكم السلام، عايزين معانا؟ تفضل تفضل. يا دموزيل، ما شفتي لي انتزع دفري؟ جيبيها بسرعة شوي. نعم؟ بطيئة، انتزع دفري بزبطه بسرعة شوي. حاضر حاضر حاضر. ثانية واحدة يا جماعة، ثانية يا نعم شوي. نعم. ديتول ديتول ديتول. ما في قعدة عليها هيدي هيك على وسخ، بقرف. حاضر اسرع. حاضر يلا بليز. معقول بدي اقعد على فوتي هيك وسخ انا؟ هلا انت سوري، انت عن جد مرتو؟ انت لبنانية؟ وي جو سوي لبنانية صح؟ وي. تعرف ممكن نسكت بس شوية؟ طب انا ما بحكي معك. انت عارفة انت عايز تيجي تقعدي هنا؟ تعالي اقعدي. اكود انه انت بتحكي معي بس انا ما بحكي معك. لا تعالي اقعدي تفضل. صح؟ عايز تقعدي؟ تعالي تفضل. اوكي بس زيحك انت شو؟ لا مش زيح، لا هو هو لا عادي. شو بكي؟ انه خليكي خليكي كول يعني اذا حد حد كول. شو فيها؟ اه ما بتعمليش بعد بعد شوي هيك انت تعال تعالي هون. لا مش عاجبني. ليش؟ انا بقى حابه اقعدي. ما الفوتوي وسخه لهو. طيب لو اخر حاجه اسمها ايه؟ وين رأ؟ طب يلا روحي نحكي شوي مثلا. لو سمحتي. طب انت بدك تروحي. معلش ممكن بس حبيبي شو الفوتوي في ايه عشان نبين؟ بعده رأ مقوي زي. مش عارفه المدام لما مزيته الفوتين متوسخ وعايزه تقعدي. طيب معلش. طيب قطعت فيسبوك اصلا. طيب اقعدي واحنا عم عماله تقولي قومي اقعدي هنا وراجعي. مشغوله ما بفتح فيسبوك. هو الدكتور قدامه ايه؟ خلص انت تبعتي لنا. حضرتك احنا اللي انت عايزاه. لا انا هي تيبه مش حلوين. عم تقعدوا عادي. قلت لها الا ما قبلت وهي ما قبلت. يا ستي انت مالك بتيبي؟ مالك بتيبي؟ ما يعني هم مثلا على ايدين اللي انت لابسه ده حلو. سندي بعد بعت لك مهضومه طلعت كيوت. طب شو بعت لي انت مسج على الفيس؟ هلا برجع بشوفك. ما بفتح مسنجر الي فتره. تفضل يلا برجع بشوفك. اوكي احنا لسه على البر، لسه بدايه الخطوبه يعني. احنا خلص عدينا. ما احنا قضينا الويك اند اه زمان يومين نظبط التظبيط ونرجع تاني بس كده في بيروت. في بيروت صح؟ ده حر هناك برضو؟ لا الجو لذيذ. لا احنا معاكوا برضو. لا انا ليه؟ طيب في دالكم في دالكم عشان بيروت بناتها رجالين قوي. عشان ما نستنى بعد اذنك. هو بس سوري ثاني. ممكن اخش التكييف بعد اذنك؟ اه يا ريت بعد اذنك. التكييف يا ريت. اه ما التكييف يعني اشتغل. التكييف بعد اذنك. ايه ده؟ بعد اذن حضرتك دي ليه مسحت حالها؟ قلت لك مسحوا ايدك. ايه ده؟ قلت لك مسحهم وما مسحتهم؟ ما انا قلت لك انا بكلمك. ايه ده؟ ايه يا حبيبي؟ انت بتضحك؟ ليه ما مسحهم؟ يا الله ما مسحهم. يوجيني انا نفسي مليانة. معاك مليانة. قلت لك خلي بالك قبل ما تنزلي. انا ما بهزرش. ده ايه ده؟ الروش تبع الظابط؟ اه. تكييف بعد اذنك. ايه هو ايه ده؟ ايه ده يعني؟ انا عايزه افهم في ايه. يا مثلا هو كان في ايه؟ لا استنى. الدكتور مين؟ دكتور مين؟ استنى بس تعالي لي كده. تعالي عايزه بس اقول لك لفه شويه. ايه ده؟ ايه ده؟ هو ايه ده؟ مش هشوف دكاتره في ايه؟ انا مش هشوف دكاتره. ايه ده؟ احنا ولا ايه؟ اوعى ايه اللي حصل؟ اوعى انت عايزه لحظه لحظه ان شاء الله مش منظري. اوعى بقولك يا معيادها روقي. انت مين انت اصلا؟ انت مين؟ انت انت عامله ايه؟ اه انت الدكتوره اللي هنا. انا الدكتوره. انت الدكتوره اللي منظر ده ان شاء الله. ايه دي؟ طب اتفضلي يا فندم معانا جوه. بس اهدي اهدي اتفضلي نحل المشكله. مش هينفع قدام الزباين. انا عايز اعرف ايه المنظر ده. ماشي جوه جوه. طيب جوه جوه بس بعد اذنك جوه. مش هينفع نتكلم هنا.
جوه 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 نتكلم جوه نتكلم جوه نتكلم جوه بعد اذنك. ولاش ولاش في الحالة دي يعني ايه ده؟ معقولة كده؟ ايه اللي بيحصل بس؟ اتفضلي. طب تعالي عشان لونج ريحي كده، ريحي ريلاكس. اتفضل اقعد اتفضل اقعد 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 خير. في ايه بس؟ ايه اللي حصل؟ ايه يا دودو؟ انا ما اعرفش انك متجوز. لا، منال مراتي الدكتورة جاسمي. ايوه انا عرفته قبل كده. احنا عرفنا بعض على الفيس كنت عملت لك شفتك وعملت لك اد وعلى الفيلم وعلى الاستوري. طب وايه اللي حصل؟ هي عملت ايه؟ هو ايه اللي حصل بس؟ بني ادمه اللي بره دي بني ادمه اصلا شكلها جاي من معرفش منين. ايه اللي حصل بس احكي لي ايه اللي حصل؟ اصلا انا عايز اعرف انت كنت معاك. لا على فكره كل ده غلط على البشره، ده انا انت جايه لدكتور التجميل لازم تريحي كده وتبقي ريلاكسي. ايه اللي حصل بس احكي لي. اتفضلي ارتاحي. مين؟ طب ارتاحي. لا مش اسم الدكتور التجميل. ايوه ما انا عارفه. مش صغيره. طب انت مالك بس؟ انت مالك مخدوده كده ليه؟ ارتاحي. طب ارتاحي ارتاحي، ريحي جسمك. ريحي. طيب ريحي. طيب هعمل لك دلوقتي شويه حاجات في وشك، هعمل لك مساج لوشك. طب اقعدي واعمل لك بخار هريحك تريلاكسي وبعدين تحكي لي. انا مش عارفه انت هو انت. انا اصلا ما اعرفش انك متجوز. انت انت بقالك كتير اصلا ما فتحتيش الفيس. اوكي. طب ريحي. طيب ريحي. مش عايزه اريح. انا مش رايحه. طب بصي، طب انت مش جايه عشان تعملي حاجات في وشك ونشوف لك الحاجات اللي في وشك دي كده؟ لا تمام خلاص. طب بصي انا عندي هنا بخار. بصي اقعدي ارتاحي. ارتاحي اعمل لك ريلاكس. لا ما ينفعش. اتفضل لو سمحت. انت اصلا انا مش فاهماك. اتفضلي ريحي. ريحي. انا مش هريح ما اعرف البني ادمه دي ايه يعني. ده مش ده هو بيعرف دايما الناس من على الفيسبوك فممكن. اه بيعرف الناس من على الفيسبوك. هو انت تعرفه؟ انت تعرف البنت اللي بره؟ برضو ده على اساس ان انت معروفه من الفيسبوك ودي من الفيسبوك ودي ايه بقى؟ عارفه اه من على الفيسبوك. كانت الدكتور وكتبها الدكتور اللي بره دي تعرفها من لا دي كانت حفلة في الزمالك تبع الشغل عام. طب ليه ريلاكس؟ طب انا عايزه اشوف شغلي يا جماعه. انتوا جايين تحلوا مشاكلكم مش عشان تلاقيين شغلها. طيب لا مش معقوله يعني. طب خليني حتى اشوف وشي محتاج شويه حاجات. انا مش عايزه. على فكره العصبيه دي هي اللي مبوظه لك وشك. لا انا عايزه امشي بجد والله. يعني بيلبق لك كده لو انت روقتي على هنا وعملتي كلر وشيك مساج وبخار يعني. طب انا عايزه اشوف شغلي معاكي حتى، خلينا نتعرف على بعض. طب قولي بس الاول ايه المنظر. طب ريحي وانت متساويه يا شغاله هتشوف شغلك. انا مش عايزه اعمل حاجه. يلا بس ارتاحي. يلا يلا اتفضلي. رنا. نعم يا فندم. استني بس استني بالله. كل حاجه بتتحل بس انت شكلك يعني. نعم يا دكتور. مش عارفه. شغليني حبيبتي جهاز يا سمحت. ريحي عايزه جوانتي. لا شغلي لي بخار بس. عايزه جوانتي بس. اجيب لك جهاز تنظيف. جوانتي اه جوانتي وجهاز التنظيف. بس انا لا انا مش هقعد. بصي هو طالما اتجوزك مش عايزه حتى انا حاجه على وشي. لا اسمعي لا انا عايزه اروح. لا انت برتاحي. هو طالما لا انا حاجه هقول لك ايه. بيبي هي وحياه ربنا. لا كمان ايه في بيبي هي بقى. طب خلاص. طب انا خلاص طب بصي جربيني. طب هتلاقي وشك اختلف واعصابك هترتاح. البخار هيغير بجد صدقيني. بصي ترتاحي. بصي دلوقتي في البيت كده تقعدوا تتكلموا مع بعض محتاجين تصفوا حسابات كتير. واضح يعني الموضوع صعب. خلي البخار بس حبيبتي لو سمحتي. يا رنا هعمل لك سكراب. مش عايزه سكراب والبخار. ركزي بس معايا. انا عايزه عشان خاطري اخليكي. بصي انا هخليه ما يعرفش يبص عليكي بره. زي اللبنانيين بالظبط. بصي مش عارفه ايه عشان ما يبصش عليا بره. انا معرفش انت زي القمر بس هو اللي عنده قمر مشكله. لا والنبي ما تبصلناش كده الله يخليك. ثانيه واحده. يلا ثانيه واحده. تعالي تعالي. اي بني ادم مش بره مش بره. يا مدام يا مدام يا مدام. خشي اطلعي بره بقول لك. انتي ايه؟ 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 انتي ايه
انتي مالكه استحملوا قوي استني انتي صباش كسرتيني دفري انتي يا فريزه ما ينفعش كده ما ينفعش ما يصحش كده لا تحيي مشاكلك لا مش يا مدام الباب فين لا تحيي مشاكلك الباب فين انتي ما فيكي تبدليني وتمشي عادي انسى الموضوع بدي احكي مع البوليس انا بوليس ايه بدي احكي مع البوليس احكي مع انتي بهالبنطلون الاحمر بتدجيني انا نو كسرتي لي ضفري كمان لو سمحتي يا أبي لو سمحتي لو سمحت يعني مش معقول الغلط اللي بتعمله ده مش اسلوب لا والله تعالي يا ادم لو سمحتي تعالي لا 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 ادم مش هيجي تعالي انت هنا تعالي لا تعالي لا تعالي ادي انا لا انا ماما انا عايزه امشي فين الباب بتاعكم حبيبتي انا صاحبه بنتي فلانه مش فاضي انا للكلام ده احسن مش فاضي مش فاضي لا لا يلا هنخلص بس يلا والله هقفل طب بتريكه فين يلا عشان نلاقي طيب حاضر هنشوف الدكتور حبيبتي انا عندي عيادات مش فاضي انا انت عارفه ايه دي كمان متجوزه يعني لا طبعا انا مش متجوزه هو اللي متجوزك انا مش متجوزه تمام بس انا مش فاضيه للكلام ده دي بيوتي سنتر محترمه فيها برانشز انترناشونال اوكي انتي محترمه بتخلي بني ادمين والله شوفي جوزك حضرتك طب ليه مش بتعرفيش ايه جاي تعلميني هنا الادب معقول هي صراحه حلوه البنت بس انت كمان ما تعمليش هنا كده احنا بس بقى انا حاجه بدقلكش لكن حسونك بتغري تقدري تكبريها حياتي اكبرها لك طبعا ايه بدي اكبر شويه اوكي بصي انا عايزه شوفي انت محتاجه هنا ترفعي المرين والله طب اقعدي 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 بقى عشان خاطر اقعدي انا هتابع انا هشتغل بقى يلا مشتغلهاش ليه اتابع انا هسيبها كده لحد ما توصل لمرحلتك يعني مثلا انا عايزه اهو شايفه الفدان هو ده اخرتها كسرت الضفر طب الضفر تعالي حبيبتي لا لقيتي ما تشدني مش عارفه تكسري الضفر صراحه مش معقول بالك مراتك دي ايه ده مخلف منها دي قعدت من وشي مينو يا ابو وشك كده مش عارفه ايه ده هو بصراحة يعني هو بصراحة جايبين بتحزق هنا وانت ينفع ان انت عملتيه كده عادي يعني شوف ده تبع الشغل ده تبع الشغل عندك المركز ده تبع الشغل عندك انا بنزل يعني ما انا بنزل يعني منظرة اقعد ارتاحي لما اشوف لك وشك حابة تشوفي بعديها اعملك نفس اللي انا بعمله لها انت شايفه شغلها انا مش شايفه شوفي الشغل اللي هي هتعمله لا انا مش هعمل في المركز انا هروح مركز تاني حابة انت كده ان هو يبص عليكي بقى ويعرف اسمك بس شوفي معاها يلا 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 ايه ده تعالي انت رايح فين؟ انت ليه مش شايفه وشك؟ يا دودو يا ادهم انت ليه يا دودو؟ شو بيكي انت تعالي استني هشوف يلا انا جاي لك عشان تحبسي فوقي هلا انا سكتت لك انا قلت عيب بس انه ده مدام 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 بس يا ادهم يلا يا ادهم يلا طب يلا طب انا هشوف انا هعمل وشي بدل ما انت مش عايزه لا مش عايزه اي حاجه ماشي دي هتعمل اي حاجه دي مش عايزه طب خلاص هو خايف طب اقعدي بقى اديني قعدت انا مش عايزه اقعد انا عايزه امشي ايه ان شاء الله طب تعالي اقعدي انت هنا وانت سبع البرومبا هنا يعني ولا ايه مش فاهمه صراحه ده مودي جد مودي بس اللبنانية تكسب المصرية فانا والله صراحة هنعمل ايه انا يلا مودي انا هقعد هنا اهو مش هعمل حاجه لا 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 استني معلش يا دكتور بس استني بس انا بحبش كده طب اقعد انت هنا اتفضلي يا دكتور تكفي تعمل لك شيء هون انت هتعمليه كل بقى هعمل لك مصاريف يا ادم بقى خلينا نروح عشان مفيش ولاد اصبري لا لا في ولاد طبعا ما فيش ولاد يلا دقيقه واحده دقيقه واحده ثلاثه ليه بدات فين خليك دقيقه قاعده بس مش بدي تسلي وتشغلي لي حبيبتي تسلي بس خلاص عارفه انت ايوه لا 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 انت بتعملي ده انت بجد مش طبيعيه انت فاضيه كده عشان رهيبه يا حبيبتي استني يا ماما مش كده اهدي يا ماما هو ده اللي على فكره في ايدك كتير اسمي بابا مش بيجي وانت بس خليكي على وشك خليكي حتى لا ما جبتيش والله العظيم عشان كده رجاله بس شو اللي بتش
انت هلا ريلاكسيشن ليكي انت مع بس اقفل رجلك بقى وريلاكس بقى مش هيك حتموتي لانه عم تعملي مساج عم بتشوفي تفضلي يا دكتور ان شاء الله تغني غني برا يا ماما يا ماما بتعرفي ان انت كده جسمك كله كان زمان انا ما بعرف يعني شو خصي ما اقول اخربي انت طيب طلع جنبك طلع اكبر انا اصعب لا ده ايه ده في ايه ده المره اتجوز الدكر يا عم مش كده مش معقول دكر يا ناقصه طلعك الحقي لا 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 جسم طلعك اسمع يا ماما لا مش طبيعي والله اه اه انت سايبه وعمال تلعب هنا يا ظريفه طب ما هو بيقول لك هو فاكر ليش لو انت امي انت رجال نو انا رجال ايوه والله ده انت البنت عشان تروحي البيت تروحي على باباك عشان تطلعي على فكره اقول لك حاجه